مرحبا عمان. بدي اسمع صرخة قوية كتير قوية. هذا البروجي جديد وعم غير فيه وعم غير فيه وعم فتش لأنه هيدول أغنية، فبس عم أنه رح يغير، رح شوي شوي بدي أتخلى عن المكانات لأنه بلعب لابتوب وبروغرام وجيتار وصوت وفي الميوزيشنز معنا. فرقة زايد اند ذا وينجز هي أول فرقة أنا بغني فيها لأنه من أنا وبلشت الموسيقى والإنتاج بضلني نسجل وإنتج لمطربين، يعني أول شيء ياسمين، بعدين هلأ نو غوفرمنت كنت غني شوي فيها بس شوي شوي مع الوقت صار جيرمي يغني أكثر شيء. ولا مرة أنا كنت حد صوتي لقدام لأنه ماني مقتنع بصوتي، بس أصحابي المجموعات الموسيقية حوالي بلشوا يقولوا إنه أنت بتغني بدلك تغني لنا الأغاني وشو فرقة معك صوتك، يعني غني انبسط. فعملت فيسبوك أناونسمنت إنه عم فتش على سينجرز، ومن هون تعرفت على البنات ياسمين عياشي وسارة برار، وبعدين مرحلة تانية اجت جيهان حاج وبلشنا نشتغل على أغاني تبعولي، نعمل هارمونيز وهيك بلش زايد اند ذا وينز. انتوا قالكم فيكم تغيروا القصص بالمجتمع تبعكم؟ بتصدقوا هالشيء؟ لا؟ يعني إذا اللي بيحس إنه في غير شيء بالمجتمع يسمعني صوته. مبسوطين بحياتكم بشغلكم؟ هلا انا بعمل موسيقى وبكتب اغاني بلا ما يكون عم فكر انه هلا رح اوجه رساله واحكي بهذا الموضوع. ضلني انا عندي افكار ولما عندي فكره البرمه تبعيتها حلوه بكتبها، ودائما بلاقي حالي انه اوف ايه هالغنيه موجهه لهيدا الموضوع او هيدا الموضوع. بس بدكم غنية حب أو غنية خاصة أو غنية حب أو سياسية؟ أنا واليوم خصوصاً تعرف أن انحبست هيديك الشهر، مين شالني من السجن؟ الجمهور. قد ما صارت ضجة قوية بفترة ساعتين حسوا أنه القصر الجمهوري حس أنه لا ما بدنا دعاية على هال موضوع لأنه كان الموضوع سخيف كتير، غنية نشيد عن السلام وعم يحبسوني لهيك موضوع، فالجمهور شدني ولازم الفنان أكيد يكون قريب لجمهوره لأنه بلا لجمهوره الفنان منه شيء. They don't want me to play it, I'm sorry. Hey, they're asking for it, come on. جنى سليمان مثل غنية للولاد، يعني إذا بتسمع عليها مش منه شعر، يعني كتير ضعيف الكلام بالطريقة ضعيفة وسيمبل في الولد يفهمها، بس بالطريقة تانية عم بيحمل شيء أساسي إنه إيه نحنا بدنا بدنا نعيش بسلام وما بدنا سلاح وما بدنا يعني عم بحكي بقصص أساسية. ومن وراء الغنية صار معي مشاكل، يعني هي انعرفت أكثر مع المشاكل لأن الناس حسوا إنه بيفكروا بذات الطريقة. كان في نقطة سياسية بهالغنية أنا عم بحكي عنها وكتير ما فهمها، إنه كنت عم بقول إنه إيه دور العسكر منيح لما بيوحد وبيجيب السلام على البلد، بس لما البلد توحد وإجا السلام لازم العسكر يرجع على بيته، يعني ما لازم يتدخل بالسياسة. و مع اللي عم بيصير بالبلاد العربية مع الثورات بتشوف أهمية دور الجيش، يعني الديكتاتور ما في يعمل شيء إذا ما في جيش ورا، وكل ما الجيش يقرر يقف مع الشعب الثورة عم تنجح. فمشان هيك فيني أفهم إنه هالغنية عم تاخد أهمية اليوم لأنه
التاريخ عم بيعطي أهمية، وفي جنرال سليمان بلبنان، في بمصر، في بإيران جنرال سليمان، وفي بليبيا جنرال سليمان. يعني كأنه هالاسم نموذج للعسكر بطريقة عامة. ف إيه، إنه ما فيني أقول لك ليه الناس بيحبوا، بس بيحبوا هيدا الشيء منيح.